احنا عملنا اللازم وهو حاليا حالته مستقره، اي تحسن هيحصل هنبلغكم بيه على طول. طب يا دكتور واللي يسلمك، خدني ارافق معاه. للاسف غير مسموح، زي ما قلت لك قبل كده ان لازم مرافق اللي يقعد معاه يكون راجل. لا حول ولا قوه الا بالله. فين ابنه ياسر؟ المريض في الحاله دي اللي هي حاله الغيبوبه بيحتاج ان اللي يقعد معاه يكون حد قريب منه يكلمه عشان يقدر ينشط دماغه، ويا ريت الحد ده يكون حد قريب منه او زي ابنه. ياسر ياسر الله يهديه. بس عياد تذكروا صاحبتنا على شوكش الجي بي ار ذاك اليوم؟ كان يوم ذاك ما في الا كعابي مشي، كل الجي بي ار يطالع من ده ايش فيه، وريدي كذا ورمت، والاغراض كلها فين كانت؟ في الفندق. طيب ورا ما تخوني دبي بعد كم يوم يجي هدف يا ابوي، انا معاك اون لاين قدام. بس ها من الحين اقول لكم القطه 5000 ريال. تقول للصراف كذا اللغه العربيه يطلع لك على طول. الله يدني يا شكش، مسوي فيها كاش يا عبسي. ترى 5000 يا عيال كثيره، انا لو اقول للشايب عطني 5000 زبدلي. وانت بزر للحين امي وابوي، في حد يشاور امه وابوه الحين؟ يا اخي اقدح من راسك اطلع. ايه سلامات سلامات، الواحد ما يكبر على ابوه وامه حتى لو يشيب راسه، ولا لا يا كفته؟ ياهو بس خذوني معاكم. ناخذك معنا وين؟ ام دبي. دبي انت حدك الشرقيه وتخب عليك. اخذ الجمره هي. وي وي الو ايه ترى البقاله. اسمع حبيبي، ابي 4 علب حليب. لا 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 من الصغار، كم العلبه؟ بريالين؟ لا 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 خليها بريال ونص بس. يبا بعدين بعدين بريال ونص الله يهديك. بس تدري ما بيها، بس عطنا خبز وزبادي ويكفي. أمي ما هي أم، أمي كنز حنية، حنان هالعالم كله من وجد فيها. أخلص ونمك بلا صفصفة كلام، قل وش تبي. أبا أسافر مع أخويا لدبي ومحتاج 5000 ريال. قل كذا من أول. هذا أنا قلت. موافقة، أبا أعطيك الفلوس بس بشرط. أبشري بعزس، أشرطي. بنسافر أنا وأبوك نزور أختك، بنجلس لنا يوم ولا يومين. أبا خلي العيال هنا علشان أنت تنتبه عليهم وتحرص عليهم، موافق؟ أفا عليس، أحلى انتباه. أبد روح ودزوها وفلوا أمها حتى لو تبون أسبوع. الله لا يخليني منك. توصلون بالسلامة أيوه. الله يسلمك وليدي. عاد شوي شوي بالخط. ما يصير إلا خير إن شاء الله. يلا الله ما الله ما الله هلا. يلا توصلون بالسلامة يما. يسلمك يا يما. عاد وين دراهم شيء كذا؟ ايه دراهم. خذ. هلا والله بالدراهم. لا وصي، اهم شيء البيت واخوانك. لا تشيلين هم يا الغالية، امي يا محلاها اشتاق لرؤياها. هاها احلى خبز صامولي مع العصير. يلا صامولي ايش هذا؟ صامولي جبن. ما ابي جبن، ابي بيض. ايش اللي بيض من احلى؟ كل جبن بس. خلاص خلاص لا تسوي، بس بقول لامي انك ما تسوي لي بيض. لا 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 لا، دام الدعوه فيها فلوس ابشر اسوي لك احلى. اسوي لك بيض ابشر. يا ليل الورعنا. هي سلامات ولد. ولا كلمة، لا أنت ولا هو. هو اللي بدأ ما هو اللي بدأ. أعجد أنت وياه. أقول اسكت ولا كلمة. البيض. هذا وشو ذا؟ مد
ادري. لا يا شيخ تستهبل. وشو؟ هذا استدعاء ولي امر الطالب من المرشد الطلابي. والله ما سويت شيء. لا يا شيخ مصيري بكره اجي المدرسه واعرف ايش انت مسوي. عامر عامر تعال غسل لي. يلا جايك. وش فيك انت؟ تعال غسل لي. ما تعرف؟ اي بعرف. طيب خلصت الحين انت؟ خلصت كل شيء بس باقي الغسيل. اما عاد الغسيل تقطي عظم. النشبه دايبي النشبه دايبي النشبه دايب. هلا ياسر. ايه ايه بروح معكم. ايه اسمع ابيك تجي انتوا العيال اليوم عندي في البيت، ابيكم موضوع مهم. يلا اوكي. شو الوضع مع الولد؟ الو السلام عليكم استاذ ياسر، كيف الاحوال؟ اهلا اهلا دكتور سمير. الحقيقه ان الست والدتك احرجتنا لان ميعاد الزياره انتهى وهي مش عايزه تمشي، وانا مش بودي ان السكيورتي يتدخل ويحل المشكله لانها في مقام والدتنا، فارجوك تحاول انت تكلمها وتخليها تتصرف يعني تمشي. لا حول ولا قوه، عطني الواد بكلمها. اوكي اتفضل يا استاذ ياسر، عاوز اكلمك. الو. يا يوم الله يهديك، تبي تفضحينا عند الدكاتره وعند الاداره؟ هذا الوالد صار له اكثر من شهر على الوضع هذا، وش فايده قعدتك؟ ابي اعرف انا. يا ولدي ما ودي اترك ابوك ولا دقيقه واحده وهو في الحاله هذه، وبعدين المرافق اللي انت جايبه مثل الصنم، لا يسولف ولا يهش ولا ينش. يا يمه يا تحرجينا الله يرحم والدينك. اطلعي الحين ونقام الوالد بالسلامه ان شاء الله بنزوره كلنا. شكوى على الله. طيب بطلع. وهذه السالفة كلها يا عيال، أهم شيء دبرت 5000. أفا عليك، بس كلها يومين اجلسوا معي وبعدين نروح نفل أمها في دبي. أبشر بعزك يا خوي. أزهمها. وش؟ أزهمها. اسمها أزهلها اللي هي. المهم على طاري أزهمها، رح أزهم عمر وقعد ذاكر معه. أبشر. وانت رح نوم سليمان. أنا ديش الشغل عندك أنت؟ إيه تبي تروح معنا دبي؟ رح نوم سليمان. ابشر طال عمرك. وي وي. يلا توكل على الله. شغلت الزلايل. يم راح اسوي شاي. طيب يم هيا اكتب الجمله الجايه هذه. الاسود المنتشره. وشو؟ الاسود المنتشره. كيف نجحت؟ ايش؟ كيف نجحت؟ انا شغلني لك اغنيه عشان تنام. اسمع بيا. يا سليمان يا سليمان يلي تطلع فوق ام جبال. الاسود لون الاسود منتشره، فهمت؟ فشوف الكتاب هذا اقرا زين. اكتب 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 ساكت. يلا. الاسود منتشره يلي ترعى الاغنام وتاكل لك خس مع الارانب وتمام. ما احب الخس. ياهو والله يا هو انفجر راسي، يوم واحد وانفجر راسي من ذا المبزرة. يا رجال تراك متحمس مكبر الموضوع بزيادة. أي مكبر ابن حلال، عش معهم وبعدين تعرف. يلا يلا يا ولد، يلا وقت النوم، يلا نوم نوم نوم. معك ولي أمر الطالب عمر. حياك الله. ومين حضرة الأخ؟ خوي ولي أمر الطالب عمر. خير يا أستاذ، أنتم أرسلتم مع استدعاء ولي أمر الطالب. لا بس لاحظنا على عمر بعض الحركات غير مطمئنة. دلالات غير مطمئنة؟ يعني أجلده؟ لا لا إيش دعوة؟ أجل في أحد مزعل تبيني أجلده؟ لا 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 لا. أجل أجلدك أنت؟ ها؟ هو يقصد وش الموضوع بالضبط يعني؟ علمنا. لا بس لاحظنا عليه أنه يقضي مظافره. تستهبل انت وجهك الحين مقومني من صباح الله خير واخر شيء تقول لي قض مظافره؟ اظافره ولا اظافرك هي؟ ها بعدين وش قل لي؟ ارسل لي برساله اشتري له مقص اظافره قض امها كلها. لعد تنادينا على تقضيم. ها يلا مشينا. ايش الورطه اللي احنا فيها ذي يا ابويا؟ قالك اكل بذورك روح اديهم روح جيبهم. انا خلاص ماشي اتجوز عشان البذوره ما يقلقون لي. انت تفكر انك تجيب بذوره؟ اول شيء فكر مين هذه البنت اللي حطالع في وجهك ده، بعدين فكر البذوره. ماشي اقعد هنا عشان اروح بيتنا
ولا تقلق لي يا اخو انا شروح بابا يجي متى يجي ساعتك راكب ولا ماشي راكب مشكله انت وبابا يجي متى يجي ساعتك راكب ولا ماشي يلا 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 يا ولد يلا الغداء حار على كيف كيفكم ياهو غسل ياهو يلا. ياهو راح غسل يا اخي يا غسلتها ولا ام صباح ايش غسلتها في ام صباح يا حبيبي الحين الظهر غسلها مره ثانيه يلا يا وسخ يلا بابا فيه بابا هنا لا تشرب عصير لا تشرب عصير ايش فيك طيب تبي بطنك يعورك لا لا كل رز اول شيء بعدين اشرب العصير لاحقين عليه لا تاكل باليسار تبي الشيطان ياكل معك باليمين يا بابا باليمين ايش فيك عليهم خلهم لا يا شيخ قاف معي مع اخواني صدقت نفسك رحت معي عند المرشد الطلابي صدقت نفسك واو ربي قصف جبهتك المهم اللي بياكل زين ابى اوديه اليوم معي للحديقه ياهو ياهو ايش دخلك انت كل ما اكلتوا اكلكم اجيبكم الحديقه هاي مد المرجيحه بتدفني مهبول انت ورا هذا كبرك تلعب مرجيحه روح روح يا ابوي احلى من تبع سليماني انت بقول زين ها يلا امشي قدام امشي ولا بسرعة دفني يلا لا تهايط دف زين لا تنفى لا دف زين طيب خلاص شوي شوي طيب شوي فتح لك الثلاجة بيقول لك انجلي وين سليمان؟ كان مع كفتة وين سليمان كفتة؟ ما جاك هو قال لي بيروح له وين سليمان ضيعتوه؟ يا ابن حلال كان عندنا قال بيجيك كان هنا ما كان هنا ضيعت الولد يا السبق ايه لا تنفى يا ابوي انا مأمنكم عليه تستهبل ضاع اخوي يلا دور انت يا دور بسرعه وش اسمك طيب وش اسم ابوك عامر تعجبك اهدى يا عمري خلاص خلاص لا تبكي سليمان وين رحت انت ورع وين رحت وراكم مضيعين الولد معلش خليته مع العيال وضيعوه وين امه أمه مسافرة ومخليته معي هذول أطفال أمانة لو انخطف والله صار له شيء وش بيصير في قلب أمك شكرا يا أختي يلا أمش 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 قدامي أمش أمش يا ورع أمش يا أبوي قروشتنا أنت وأخوك شكش عويض الله من شرك خلى الليلة ذي تعدي على خير وإذا ما عديت إيش حتسوي أبا فرشك أنت واللي معك إيه تفرش مين يا أبوي اسمع احمد ربك إننا جالسين معك ونعاونك عشان تسافر معنا لا يا شيخ وين ساعدتوني إلا نكبتوني وبغيت تضيعون الولد أقول لا عاد أشوفك لا أنت ولا أنت ولا أنت تفهم ولا ما تفهم سري أروح أمرد غفيذ أنا وليش أسوي له أنا ياهو ألو وعليكم السلام أيوة أنا في موجود مستشفى كويس بابا كويس كله كويس اي اي بابا اوكي اوكي مع السلامة اري يار كوچ نئي کھلو کھلو قم 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 خلنا وديك المستشفى قم بسم الله عليك قم امشي امشي خد نفس ها بشر يا دكتور عنده التهاب في اللوز ودرجة الحرارة مرتفعة بس اطمن هكتب له على شويه علاجات اهم حاجه ما يشربش ميه بارده ولا يتعرض للهواء البارد الله يعين طيب دكتور تكفى عطه اجازه حاضر شكرا
يلا اشربه. اشربه كله عشان الطيب. يلا تغط زين ونم. طيب نم شوي. مالي دخل ابي فطور. مالي دخل وي قبل 4 ساعات معطيك اكل انت بطنك دود. لا امشي امشي يلا مش قدامي الله يعيني عليك. بس الله يهديك. بس الله يهديك 3 مرات اغير لك اليوم. لا عاد تلعب بالمويه تفهم؟ طيب يلا امشي يلا يلا, يلا. يلا ما احبه. شو اللي ما تحبه؟ كيفك عاد هذا الموجود تبيه كله ما تبيه مت جوع. دودة هم دودة ما تشبع. مني يا دكتور ابو ياسر في شيء؟ تفضل حضرتك استريح. ياسر فين؟ ياسر مسافر. علمني انا ابو ياسر في شيء؟ الحقيقه البقاء لله. شد حيلك. عامر اكلت علاجك دهنت بفكس قلبك شراب يا ولد. ما شاء الله ما اروح اسمعك ترى انا وامك وصلنا الحمد لله على سلامتك. يا الحمد لله على سلامتك. سلمك سلمك بعيني. طيب على فيك وين امي؟ امك فوق عندها بالغرفه فوق. ما عليك شر يا يمه. بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله. تشوف شر يا ولدي. يمه هلا يما. الحمد لله على سلامتك. الله لا يحرمني منك. الله يسلمك يا وليدي. وش في وجهك تعبان كذا؟ فيك شيء؟ لا يما ما فيني شيء. بس ما نمت زين طوال اليومين اللي فاتت. تبهدلت مع اخواني شوي. الحمد لله انكم رجعتوا. الله يعطيك العافية يما. وعسى الله لا يحرمني منك ولا من اخوانك. إلا قل لي متى ناوي تروح دبي إن شاء الله؟ ما أنا مسافر دبي ولا بأي شيء منكم. وهذه فلوسك يما. ليه؟ وش فيه؟ يما ما أبي إلا رضاك أنت وأبوي. والله والله لو أعطيكم ملايين الدنيا كلها ما أوفيكم حقكم. دعواتكم لأخونا ياسر يا أخوان. ياسر مسحور. قولوا لا إله إلا الله. اذكروا الله يا أخوان. واللي ما يعرف ياسر يدخل لحسابه. انشروا حسابه. ها؟ واللي ما ينشره ما حل له ما بيحة. تتوقع من اللي يسحره؟ أكيد شغلتهم. يا شيخ يا شيخ هذا الولد وسيم. أكيد واحد من معجباته. هي اللي سوت لها السحر. خبر اليوم بفلوس. بكرة ببلاش. المشكلة إني ما عرفته. إلا بعد ما انتشر مقطع وهو مسحور. ليش هذا يا طارق؟
كم طال عمرك؟ 25 صفحة. وين الإعلانات؟ إيش الشغل البارد هذا؟ وين المناديب طيب؟ هاي ما يطال عمرك، كم طال عمرك؟ أقول لك المناديب، تعطيني المناديب؟ إيش الغباء هذا؟ إيه المناديب، أنت كلام ما يردون عليها. خلاص أجل اتصل لي على جوزيف يلا. كم طال عمرك؟ أهلا وسهلا بالأستاذ عبد الله. وينك يا أستاذ جوزيف؟ يعني من زمان ما جيت، نقطعت فينا. وين الإعلانات والمعلنين؟ شو بدنا نعمل يا أستاذ عبد الله؟ شو بدنا نعمل؟ ما الموضوع طلع من إيدنا خلص. كتير ناس بطلت تعلن بالجرائد. بس منا مشكلة، ما تعت الهم. بس يصير معي أي شيء جديد دغري رح خبرك. طيب 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 يا أستاذ جوزيف. حبيب قلبي يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شكرا، مع السلامة. مع السلامة. هاو 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 انباع انباع هاو 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 انباع 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 هاو هاو انباع انباع هاو هاو انباع انباع هاو 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 انباع انباع هاو 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 انباع انباع هاو 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 انباع انباع كات. برافو برافو برافو. شو هيدا؟ شو هالشيء بيعقد هيدا؟ يعطيكم العافية، الانستغرام راح يضرب فوق. شفتني وانا كلب؟ شفتك. آه شفتني وانا بطريخ كذا. شغلك بيعقد بيعقد بيعقد. حبيبي طبيعي طبيعي اللي راح تشوفه، 200 ألف بيصقعون لايك على اللي عملتوه هيدا. بده يجي 250 و300 ألف كمان. بالله جاي بسوي كلب بوليسي، لا تقول لا. بطل بطل يا سيدي، انا بحب لحفاتك. ما بتجيبوا هذول الشغلات الفنيه. استاذنك حبيبي. يعطيك العافيه. شو هذا؟ شو هذا يا نجم؟ شو 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 بدي احكي؟ شو بدي احكي؟ هذا غير الابداع والريحه الحلوه اللي عم تطلع منك بتجنن بتعقد. قل لك انا ماشي عندي اشغال ثانيه وانت ريحتك شو. اهلا جوزيف حبيبي، كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. في شركة حابة تسوي إعلان لها في أحد حسابات مشاهير الإنستغرام، أبيك تشوف لي هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن. أنا بأمرك أستاذ مسعود، ولا يهمك، كل شيء حيكون تحت السيطرة. يلا يعطيك العافية. بالله عامل، لا تروح أماكن فيها زحمة وعالم، والله ترى صرت أتوتر. أركض بديتك سوي فيها مشهور. نسينا نسينا مكلينا، نسينا يوم إنك تحدد شنبك بموسى بريال تطلع بكاملة الماسنجر ورع. لا تهايط. ها النشبة دايبي النشبة دايبي. هلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ ياسر. لا معك الاستاذ عامر مدير اعمال الاستاذ ياسر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ عامر، كيفك؟ احب اعرفك عن حالي، معك جوزيف مندوب اعلانات وتسويق. انا حاب افوت معك بالموضوع دغري. الصراحه في شركه حابه تعلن عن منتج، والمنتج هاد حابين نعلنه عبر حساب الاستاذ الكبير النجم ياسر. شرفنا يا استاذ جوزيف. اثبت لك انا من بدري، الاعلان ب7000 ريال. اذا فيها مقطع فيديو المبلغ يختلف على حسب مده المقطع. تفهم ولا ما تفهم؟ منا مشكل منا مشكل. خلاص انا راح ابعث لكم ايميل في كل المحتويات المطلوبه بالاعلان. لا انا ما عندي ايميل، ارسل لي اياه على الواتس. اوكي واتساب. طيب اوكي اوكي، منا مشكله ان شاء الله، ببعث لك على الواتساب. يلا مع السلامه. ايش رايك فيني؟ مساكم الله بالخير على الجميع. اليوم سوينا احتفالية بسيطة بمناسبة وصولي 600 ألف متابع. المفروض تسوي لي مناسبة الشباب للسحر، مو عشان 600. ابن حلال لا تدقق لا تدقق. يلا يا بوي يلا يا بوي قطع الكيكة. أتحداك. زي ما أنتم شايفين العيال مستانسين وفالين أفرامه وأم الكيكة فرم. هذا حبيب قلبي عامر. أهنيك على الكيكة صراحة بطلة. الكيكة الثانية عليك. ها؟ تبشر بعزك راح أقصك. يلا. هذا حبيب قلبي شكش. يا ليل الفاخر، انت فاخر انت ولا كيف انت؟ ركب حساسات ولا شوف لك دبره، ام اللغوصه دي. افتح الميكروفون يا بهاء. شغال يا باشمهندس. شوف الصوره اهي، شايف محسنها؟ اوكي. حبيبي يا استاذ نادر جاهز؟ جاهز يا استاذ مخرج جاهز. النص حافظ؟ حافظ صم. برافو عليك برافو عليك، بدي اداء ظريف
تعطيني احساس رائع. ابشر ابشر. اوكي؟ يلا تفضل. استاذ استاذ معلش. تفضل. ما حطوا لي مكياج زي اليومي. يا رجال ما بدنا مكياج، وشك مثل القمر يا حبيبي. يلا يلا ما بدنا مكياج، يلا تفضل تفضل. يلا يا شباب، بهاء جاهز؟ جاهز يا استاذ. يا دكتور جاهز؟ دكتور وائل. تفضل. مهندس. تمام يا استاذ صوت. يلا بسم الله. ستاند باي. كلاكي. بس معلش يا استاذ مخرج، اقولها وانا قاعد ولا وانا واقف؟ لا انت جالس حبيبي، انت جالس. تفضل تفضل. يلا كلاكي. زوما تحت السرير، مشهد 10، تك 2 شوت 1. 3 2 1 اكشن. يوه جوال يدق. الو، وش صار على المعامله اللي رقمها الاسبوع اللي راح؟ ليه متلبيت؟ لا لا هادي انا هادي. شوي شوي حبيبي، شوي شوي. مره ثانيه اكشن. جوالي. الو الو، كم رقم المعامله اللي المعامله الاسبوع اللي راح؟ كم رقمها؟ زوابة تحت السرير، مشهد 10، تيك 2، 49. 3 2 1 جاهز؟ جاهز جاهز جاهز. الله يعطيك العافية يا أستاذ، معليش أنا تتحملتني كثير شوي، بس يعني أبيض وجهك إن شاء الله. إن شاء الله، تفضل. بسم الله. أكشن. جوالي يدق. ألو ألو ألو، أخوي أخوي، أنا الأسبوع الجاي جيتك ما أخذت رقم المعاملة دي. يا عم اللي انت جايبه ده يا عم. والله مو انا، والله مدير الانتاج جايبه. تعال حبيبي تعال يا استاذ. صفر 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 صفر. 49 49 تي 49 تي، ولسه بدك اخر اخر. اسف والله حبيبي. انت ما خرجك مسي نصيحه نصيحه مني. ابوس ايدك. انت كويس الله يرضى عليك. لا تمثل، اذا بشوف رجليك ولا كسرها. فلكش يا عيال، والله مقطع الهبه الكفته وتركي كسر الدنيا. تكفون، شوفوا لي دبره، شوفوا لي اي صرفه، ابغى الاضواء ترجع لي زي اول. طيب وش رايك تسوي هو 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 انباع انباع، هو 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 انباع انباع زيهم يعني؟ لا يا محا، شيء قديم، ابغى شيء جديد. انا عندي فكره. ايش رايك تشوف واحد من الفنانين وتحشره؟ والله فكره بطله، وصدقني بعد ما تحشره ترجع متابعاتك اكثر من اول بكثير، وينتشر مقطعك. طيب هذه حلو، بس من تقترحون فنان؟ لا لا لا، انا اقول فنانه. تدري ليش؟ الحريم على طول تستفزهم وبتجي على وجهها وترد عليك وكذا وتبي تشتهر يعني. وبوم الفلورز على فوق، قتل لهم بوم في مرواهم. اقدم لك النجم الكوميديا تركي. تركي هذا طال عمرك من الدرجه الاولى، والجمهور راح يعبي لك المسرح بشكل ما تتخيله طال عمرك. نعم، والدليل على كذا مشاهداتها، مقاطع في الانستغرام واللايكات. في حاجة لو سمحت يعني. الله يعافيك أبي، في ليلة العرض إن شاء الله عند باب المسرح توفروا لي سيارتين إسعاف وخمسة مسعفين، لأنه راح يصير وفيات في وقت العرض من الضحك. الناس تطيح من الضحك متوفية. أنا لسه جاي من العزاء، والله واحد متوفي بسببي، رحت عزي. بالضبط، يعني كل شيء زي ما اتفقنا عليه، وان تركي ان شاء الله راح يستلم كاش زي ما اتفقنا، زي ما هو مكتوب في العقد انه بيستلم 10,000 في العرض الواحد طال عمرك، وكل شيء على ما يرام. واحنا ما عندنا مانع ومستعدين لتوقيع العقد الان. الله يسلمك، على بركه الله. على بركه الله، اتفقنا. لك يا كفته يا حياتي يا تقبرني، ليش ما عم تردع تليفوناتي؟ ما ارد على ارقام غريبه وما سجلت رقمك. ما تسجل رقمي ليش؟ لك انا شريكك بالنجاح. بعدين يا كفته الله يرضى عليك، بالعقد تبعك مكتوب انك تنزل مقطع كوميدي يوميا، وانت امبارح ما نزلت شيء. ما في بالي فكره يا حبيبي. شو فكره وما فكره؟ انت لازم تطلع اي شيء، لازم تكون متواجد عند المتابعين مشان يشوفوك كل يوم. طيب طيب خلاص يلا يلا، روح 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 عني. مقطعين ها؟ اقول لك واليوم سلام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم دونات. اليوم جايب لكم مسلسل، ومش أي مسلسل، لأحد المخرجين العمالقة، مخرج عملاق رمزية. هالمخرج هذا مستمر في فشله سنة بعد سنة، والمصيبة أنه لازال متصدر المشهد الفني كل سنة وفي رمضان. لا تحكمون على كلامي، خلونا نشوف هالمشهد. حسبي الله ونعم الوكيل.
السلام عليكم. مرحبا والله. سم ابوي. مرحبا والله. مرحبا والله. انا ما اشرح عليك، انا اشرح على مخرجك هذا اللي ما يفهم في ثقافتنا شيء. اللي اعرفه ان نقول هلا والله مرحبا بس، ما هو مرحبا والله. يا مبدع يا عملاق، هذه مصيبتنا في الدراما السعوديه، نجيب المخرجين من برا ولعبوا في ثقافتنا. لا، وطلعوا للمشهد اللي قبله، شوفوا المشهد اللي قبله وش قاعد يقول. يقول الوعد الساعه 7. شوفوا ساعه الممثل يوم جاء الساعه كم؟ الساعه 6:55 يا مخرج. حسبنا الله ونعم الوكيل. والان مع فقره مشهد ابو فحطه. اقول يا شكش، عطنا جدول اعمال ياسر علشان رتب اموره. اوكي، بسم الله. يوم الاثنين حيكون فيديو كليب انشادي مع احد الاطفال. اسمع شو يقول يا عامر، انشاد؟ انا وش عرفني بالانشاد؟ بعدين تبيني اصور مع بزر؟ اتحداك يا السبك، ما راح تنشد انت، بس بتوقف جنبه وتحرك يدينك كذا. بعدين ترى هلا محولين فلوس، ها؟ فلوس واجد، غير الهدايا. اللي بعده يا شكش. يوم الثلاثاء حيكون توزيع ايفونات لكل المتسابقين الفائزين في الانستغرام. شوف ذا مهبول، ترى مو بصاحي. كنت اشتري ايفونات وكنت اوزعها على العالم. ابوك يا الدرعمه. مهبول انت مهبول. اسمع، نبي نروح محل جوالات ونجيب اخويانا معنا، وبعدين ناخذ جوالات من المحل ونوزعها على العيال. بعد ما يخلص التصوير نرجع الجوالات لصاحب المحل ويصرف لك احلى جوال بلوشي. اللي بعده يا شكش. يوم الاربعاء افتتاح مطعم همبرجر. عاد هذه بسيطه، تاقف جنب الكاشير ويشوفونك الناس كذا ترزز تبسم حركاتك عاد. امن يصير المطعم كذا، ها، زباين. واخر شيء نعطيك وجبه ببلاش. اللي بعده. مزهريه عندك؟ انا مزهريه؟ لا، تكرم المزهريه. معليش حمزه، حمزه معك. هذه ضربت الشهره يا بطل، ايش فيك انت؟ اف لا هو اف ولا ان ولا اي حاجه. يا ليتني مكانك كان تحصلني هنا، هنا زي الدوده كذا معاهم في كل مكان. يا اخي بتدخل انت في الاربع الايام هذه 30-40 ألف. قال اف قال. حفل منتقى المثقفين والاعلاميين يوم الخميس الجاي، ولا الان ما تحدد ضيوف الشرف، وببعض طريقه التسويق تشهر الملتقى. انا اقول ندعو مراسلين الصحف والاذاعات والقنوات وكونوا رعاة رسميين للملتقى. لا حبيبي الله يرحم والدك، لا تقترح اقتراحك هذا مو بزين. الاعلام الرسمي طال عمرك في اليومين ذا ما حد لمه، فانا اقول السوشيال ميديا هو اللي مسيطر على الامور كلها. هذا اللي فكرت فيه، ممكن نعلن عن الملتقى من خلال انستغرام وتويتر. بالضبط طال عمرك. انا ادبر لك واحد من حقين النجوم ذول اللي عندهم مليون في الانستغرام، وبدبشر طال عمرك، عطى 5-6 آلاف ويجيك راكب طال عمرك على وجهه، ما يحتاج. والله يا كثر من هالايام، حنتوش بنتوش وانت ماشي. والله مشكله. مشكله والله. هاي انستغرام في الويكند الجاي راح اتواجد في ملتقى المثقفين والاعلاميين، اشوفكم هناك. امبا 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 امبا. حبايب قلبي، بدي اياكم ترفعوا لي راسي بالصاله هون، ماشي؟ بدي اياكم تقعدوا بالصاله هون كل واحد بجهه، وكل ما بيحكي تركي كلمه بتفرطوا ضحك، بتموتوا ضحك، بتنفجروا من الضحك. ما عليك ازهلها يا لب ازهلها. شو بيك يا عمي؟ برافو. الله عليك، لك ممتاز، هيك بدي اياكم، انتشروا يلا. يا حبيب قلبي انت. السلام عليكم. شكرا شكرا، حضور رائع وكل اللي جايين على راسي، بس الله يعافيكم، ترى في ملاحظه مهمه. انا ماني مسؤول عن اي وفيات تحدث هنا. ضغط سكر شيء من كثره الضحك، ترى مالي علاقه. لو سمحتوا من الان ياخذ بعضه ويتفضل. انا مره كنت رايح البقاله، كان في بالي اشتري حليب. دخلت البقاله غيرت رايي، قلت بشتري زبادي. سبحان الله، ما لقيت زبادي. قابلت الهندي قلت له في زبادي؟ قال لي محمد ما في زبادي. قلت ماني محمد، انا تركي. كفته بالله، لحظه خليني اخذ معك سنابه. انبع انبع.
هاو 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 امباع امباع هاو 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 امباع امباع. شكرا شكرا يعطيك العافيه. تفضل ياسر، باخذ معك صوره وابغاك بعد الحلقه بالله تكفى ابغاك تنشر حسابي، تعرف انت من المشاهير ويزيد عدد الفولورز بالله لا تنساني تكفى. انت تصور معي؟ لا لا لا، الشرف لي انا اللي اصور معك، انا متابعك من اول برنامجك جدا جميل، وابشر باحلى نشره حسابي حبيبي. يعطيك العافيه تفضل. شكرا لك. اهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقه جديده ومميزه جدا، ضيوفها مميزون ايضا ونجوم من نجوم السوشيال ميديا. ارحب بالنجم ياسر والنجم كفتة، اهلا وحياكم. الله يحييك. الله يحييك حبيبي. خلوني ابدا معكم بسؤال وهو سؤال صريح جدا، انتم راضين اللي قاعدين تقدمونه؟ بامانه ما تعتبرونه نوع من انواع التهريج؟ تهريج اجل، ها تحت الهواء وش قاعد تتمصلح معي؟ مطلع جوالك تتميلح جنبي، ها تقول تكفى انشر حسابي، في النهايه طلع هذا كله تهريج يا المصلحجي. لحظه لحظه، يبدو ان هناك اشكاليه. مخرجنا فاصل ونواصل. انا طلبت منك اسماء مقترحه عشان نختار فنان يدير ندوه الدراما السعوديه. صحيح طال عمرك، بس انا اشوف يعني سالفه فنان مين بتذابه طال عمرك، لكن ندوه في هالمستوى محتاجه الفنان قدير له تجربه في هذا المجال. مالهم جمهور، مالهم جمهور طال عمرك، هذه حقيقه. صح ان الفنانين بس مالهم جمهور. مو بعدين انت مو سلمتني، خذ شوري ما عليك لا تخاف. وش شورك؟ شوري طال عمرك ان نجيب واحد ناقد فني مشهور ولا في السوشيال ميديا وعنده بحساب الخاص ملايين من الجماهير ما شاء الله تبارك الله، بس اعلان واحد بس كذا يذبه عن الندوه. الله وكيلك، شوف عاد القاعه شلون، شوف القاعه شلون، جمهور جمهور جمهور. دراما سعوديه؟ اي دراما سعوديه، هذه اسمها دراما التمليحيه. نعم التمليحيه، يعني كل الممثلين اللي عندنا مو ممثلين، هذول عارضين ازياء. نعم، واذا جبنا ممثلين من برا ما يعرفون يتكلمون كلامنا، كلام شوي من الشرقيه وشوي من الغربيه وشوي من الشمال، وحطها كلها في جمله واحده وقال لك خذ. لا ويا ليتكم، يعني انتم نعمه من الله يا مشاهدين، انكم ما تشوفون المخرجين. نعم المخرجين انهم خلف الكواليس ذولا حاطين رجل على رجل وقهوه وشاي و3 2 1 اكشن، بس هذه شغلتهم. انا اقدر اصير مخرج ترى. وبتشوفني ان شاء الله. وين الشركات؟ وين المعلنين؟ أول حساب ياسر يومياً 3 إعلانات 4 إعلانات، الآن إيش ذبان؟ المشكل كله عند ياسر، الناس خلص ملت منه ما عاد بده إياه. من شان هيك يا عامر لازم تشوف لك شاب ظريف ويكون كوميدي واشتغل عليه، أنت شاطر بتطلع هيك ناس. باختصار ياسر احترق كرته وما عنده شيء، صدقني ما عنده شيء، وغير كذا يعني استعرض يومياتي وبشكل باهت، يعني وش اسوي؟ ترى الناس صحصح يا عمي، الناس الحين ما عاد تبي الا استهبال وفله وطقطقه وسعه صدر، هذه الامور زينه. ايه صحصح، لا يروح منك السوق. هلا والله بالمخرج البطل، اتحداك يا شيخ انت كبير. كل شيء جاهز؟ كله جاهز، كاميرا ثابته، اضاءه ثابته، صوت واضح. اركض بديتك يا ثابت. يلا جاهز؟ 3 2 1 اكشن. صوب راسك كذا، وصوب رجلك كذا، وميل خصرك كذا، وارقص وارقص، يخرب بيتك ارقص. صوب شعرك كذا، وخلك قبله كذا، الشهرة صارت كذا، ولغوص 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 ولغوص، لغوص يا قلبي لغوص. يا دب
عجل خير عجل خير يا ولد عجل خير عجل خير عجل خير ايش تبي عجل خير ايش تبي يا ولد اقول لكم يا عيال ايش رايكم نغير لون الاستراحه من فين الفلوس اقول اسكت انت خلاص وش تقترح لون اقترح عليكم لون لون ايش رايكم في اللون الابيض بطل عندي لك سم كري على كيف كيفك يضبط البويه على هول الهول الله يهديك بس الله يهديك الرجال يقصد بويه الاستراحه ما هو بسيارته ها الايجار حق الاستراحه وين هو اقول لا تصرف وش ذا اللي في وجهك ها هذه اللكمه على الطاير اقول جالدينك ها ما علينا الحين انت يا ابو درعمه تنشر اخبار كثيره في الواتساب وفي الجروبات وشغلتنا ورا ما تفتح حساب في تويتر وتنتشر بس ما اعرف له وش هذا ابشر بعزك تعال هنا وانا اعلمك شلون تفتح تويتر وتتواصل مع الناس اي والله يا بعد هاي يمكننا هلا والله بالحساب ادهر درعمه يا بطل اجهلوا ايه اخبار ابو درعمه فتره ما شفناه فاتك ابو درعمه ايش ما في اثنين في تويتر يسولفون الا هو خاطم عليهم يا اخي انا عارف انت من يوم ما سويت له التويتر ده انت عارف جو وعارف درعمته عفو عليك اصبر ما شفت شيء شفت العلاج هذا ايش هو ابدزلها على الواتساب عاد هو خفيف على طول بيدرعم يا اخي داي انت داي ايش فكك يا ابو درعمه على فكره العلاج يصلح لحلقي قلت لك داي انت داهيه كنت بديتك يا السبك هذا الدواء يسبب فقدان الذاكرة لا ما يسكت عنه هذا لازم نوعي الناس يا جماعة جاني خبر عاجل هالحين فيه علاج منتشر بالأسواق يسبب فقدان الذاكرة انتبهوا وبعدين تفاصيله كلها أعلمكم بالتغريدات الجاية هاو يقول لك في دواء منتشر في السوق يسبب فقدان الذاكره قبل شوي واحد كاتب في تويتر ان واحد استخدمه وتضرر منه مين اللي كاتب الخبر ذا بسوي له رتويت حاليا هذا ابو درعم اخباره حصريه يا زلمه لك هذا الدواء للبهايم مو للبشر شو هاد شيء مثلوثه ايش الهرجه يا ليل طالب مطبي جاب لي مثلوثه عادي كلها نعمه كلها نعمه لكن هذا مستقصدني انا اوريك اهدى يا هو يا عامر اي يا ابو اهدى شوفوا يا اخوان شوفوا الشركه تيجي ترمي الدجاج هنا ويجون يحطونه لكم وانتم تدقون في النعمه ها هذا الدجاج كله ضربه الشمس من الفجر يجون يحطونه ها شوفوا يا اخوان حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل اي وحش يا عامر هذه المقاطعه الدسمه خلينا نغرد به شايف ذا المقطع يا ولدي خير يبا وشو؟ هذه المطاعم وساختها كم مرة أقول لكم يا زينك للبيت صحي وأنظف لكم لكن أنتوا أخوانك ما تفهمون شوف شوف أتحداك يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم شبلك تقفل المطعم ونحاست سمعته وأخذ له مخالفة من بلدية كبير أبو درعمة كبير هذا فضل الله ثم جهودي عاد أي شيء يحتاج نشر أكيد عندك أبو درعمة هزهله شوف كدوش كاتب بتويتر مساء الخير على الجميع رد عليه واحد اسمه وحش النظيم
وقال له ضفوينك الركبة انت وشعرك اللي كأنه اسبوع الشجرة. ابوك يا النتفة، اسمع، ادخل على حسابه وصور التغريدة ونزلها في حسابك، ها؟ خلى العالم طقطق عليه. بس حسابي انا تخبر توعوي. بس ايه يا ابويا؟ خلى العالم تفل وتضحك، عاد تنوع حسابك كذا متابعين ما في الا طالع فوق. خل فيها كوميديا. كوميدي؟ كوميدي كوميدي. شو اقول الله الحين اوريك؟ اوريك الهول. ايش فيك؟ شوف شوف تخليت ابو طالع على الكدوس. حداك. احلى رتويت للوحش. تغريده قويه صراحه. ها تسوي خفيف دمدع على راسنا. دبيب زيك الرد الحين. هلا والله بالاكشن قبت بينهم يا ابوي. صار هذا يرد وهذا يرد وشكل الموضوع بيطول. لا انا بفجرها. اسمع ابو درعمه، هلا سو هاشتاج مضاربه مخرج خمسة ونزل تغريده يوم الخميس مضاربه بين كدوش ووحش النظيم وخلى العالم تدهر. الدرعم في الهاشتاج اجهله. هاو بس اهم شيء يجيك راس براس، ولو جاب معاه فزعه لا تخاف، ابجيك انا والعيال. لا 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 يا عامر ما تقصر انت عيال حاره. ذا اذا هايط بكره بفقع وجهه قدام العالم وخلي هياطه ذا ينفع بعدين اوريك فيه. اوكي لا اوصيك، ها مع السلامه. تويتر؟ ومن انت اصلا؟ معك وحش النظيم، تبيني اجلد قدام اخوياك؟ وين اللي جاء؟ بجل له يومين. عاد صدق قطتي انا وشكش زاهبه. بس كفته الله يستر عليه، الله يستر عليه بس. ايش بلعه كفته؟ طلع بياع. بياع؟ بياع مخدرات ايه. هالاخوة يا مخدرات؟ ايه. هو ذا راقبة. ها؟ شوفون يا الربع هذا البياع كفته الله لا يبلى انا ما بلاو رقبته يا ما وقف بهذا. هذا البياع كفته الله لا يبلى انا ما بلاو رقبته. شفت فضيحة كفته؟ وش فيه؟ كفته ابو درعم يبيع مخدرات. وتصدق عاد شاك فيه من زمان انا. لا والله انا انصدمت. اقول الله يستر علينا اقطعها معي بس. الله لا يبلى انا بس الله لا يبلى انا. عامر عامر سمي بسم
اسمع عاد، من اليوم ورايح ما بيك تمشي مع كفتة. كفتة سمعتها ما هي بزينة، ويقولون بالحارة إنه يبيع مخدرات، ولا بتمشي معه؟ أوف، مخدرات؟ أبشر يبا أبشر، ما عدني ماشي معه تامر أمر. يا ولدي حبيبي لا تمشي معه. راحت عليك يا أبو الكفاتي. ألو، السلام عليكم. هلا بك، معك رجل الأعمال سالم بن سالم الله يسلمك. سالم بن سالم؟ هي يا ريال أنا. متوكد أنت؟ أبيك تجيني البيت، أبيك بموضوع. هالحين يجيك، هالحين دقايق. حياك يبو، حياك حياك. اصبر دقيقة. والحين نسوي مسابقة جديدة. من هو؟ استنى اشي يا اخي، استنى يا اخي، يا الله مالك انت هو يا اخي، استنى يا هو مالك انت هو، ايش في استنى استنى يا اخي، استنى انت استنى يا اخي، اقول لك استنى. اكو واحد يقول رفيجه المكيف حار، كان يرد عليه حار حطه في الثلاجة. حلوة حلوة حلوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قط عليه قط عليه قط عليه قط عليه. شنو الجحا اللي دخل علينا هذا؟ حلوة حلوة هذه جحا، حلوة حلوة. تضحك يا سيد قشطة، ولما تعرفنا على الرجال. هذا اترك اتركوا هذا، اترك والمروح هذا. شوف لي يمينك. هذا رفيجنا ابو شلخ. أبو شلاخ مختفين؟ لا مختفين ولا شيء، بس يمكن مجال الإعلام شوي ابتعدنا عنه والصحافة. أي خلاص خلاص خلاص، ولي عقبه اللي مليان نوجهه خنافس. وشو هذا شايبنا أبو أيمن؟ طرف علم بيعفون واحد من الوزراء وبيفطر باتر في بيته. اسمع، وأبو بدلة أبو كرافتي هذا وشو؟ هذا صاحب المفاتيح. أنا صاحب المفاتيح اللي 10 سنين عم بربح كمبيوتر وسيارات، مو أحسن منك أنت يا راعي الآيفونات؟ الله أكبر، أشوفك عندي في المنشن كل ساعة ترتوت. تبي آيفون؟ البليت هذا حق الملايين. إيه بعد وجه. حياك حياك أبو درعمة، خذ لك آيفون. لا وشوله؟ اعتبره عربون صداقة حق رتويت يعني. وش مناسبته؟ وش فيها يعني؟ يا ريال لا تكبر المسألة، كل الجماعة يرتوتون لي. إيه هذي داقن علشان أرتوت لك. أنا يا سيد قشطة ما انشرى بالجوالات والفلوس، تسمع ولا لا؟ تسمع بر هو بعد ما افتتح العروبة راحت على خريص الزحمات. اوف اما عاد 150 ريال شهر لقيناك الحناء. أنا أوريكم. ألو، هلا أبو درعمة، كيف حالك؟ يا أخي وحشتنا. اسمع، تقدر تجيني تسير علي في الاستراحة؟ يا ابن الحلال يا تجار، عندي لك شغلة أحلى من الأجار. إيه، هلا والله، حياك. أركض بديتك. الأخ والعيال 15,000 ريال يا اخويا، شغل اللي طاف هي 70 ريال، وش هو اللي نقص ال 15؟ شايف كيف؟ هذه بيلها درعمه في التويتر وخلى العالم تشتقهم. والله انك صاد، موضوع عند اسم هذا. صور عند العداد وخلي الفاتوره معك وشوف العالم، ما تصدق على الله. يا جماعه هذه فاتوره الماء حقت الاستراحه، شوفوا يا طويل العمر 15,000 ريال، هذا غش وهذا ما يصلح أبد أبد. حسبي الله ونعم الوكيل.
يا ليل الليل، شي بيد النشبة. وجانا القطار بدروبة ولا تقاطع ولا إشارات. قطار بخشمك يا فقي، يا ابوي مكنت لك كعابي، خل نروح الاستراحة. اقول اركد في ديتك، نبي نروح هناك نلقى ابو درع ما ناشب لنا يبي نجار. يا ابوي نسايس بكلمة بكلمتين منه ويأخر لنا كم يوم. ما عليك، مسألة وقت وتبتفتك منه. كيف؟ انا اعلمك، كل شيء في وقته حلومش. عمي. هلا. في اثنين عند الباب يبغونك. خلهم يدخلون، يمكن هذول العيال. شوق الريح بظهر الروس. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ هلا يلا حيو. تقهوى تقهوى تقهوى. تفضل معنا يا ابو درعمه. وين؟ نبغاك في الموضوع بدون شوشره. تفضل. وين وين؟ القسم. تفضل. القسم؟ تفضل. وش انا عامل؟ تفضل. انا وش انا عامل؟ قلب طيب وش انا عامل؟ يا حضرة الضابط، أنا وش مسوي؟ هنا متابعينك من فترة طويلة في تويتر. أنت سببت الأذى الناس كثير بسبب أكاذيبك ونشرك الإشاعات عنهم. يا حضرة الضابط، أنا أنشر مقاطع توعية للناس عشان ما يطيحون بعض الأمور. فاتورة الموية؟ على فكرة ترى وردنا خطاب من الشركة يفيد إن الفاتورة اللي أنت منزلها هذه مزورة. هذا غير كذبك على الرجال وتشويه سمعته. ما أنا ولا أنا بشويه سمعته. خلوه يدخل. يقول هذا بيع المخدرات حضرة الضابط. احترم نفسك. هذا الضعيف المسكين اللي انت مشوه سمعته، هذا يترزق الله، يوصل له وجبات تطبخها لامه الله يخليها له. بس ما دريت يا حضرة الضابط ان الوضع هاللون. تقدر تروح كفته، الله معك. وهذا بنكمل اجراءاتنا معه. وش اجراءاته؟ اجراءات توقيفك. توقيف؟ كفو يا كفتة، افتكينا من هالشايب، خله هو يخيس في السجن وحنا في الأمة في الاستراحة بدون إيجار. يا عالي، هذا اللي يقول لك ضحى بنفسه وبسمعته عشان خويانه، كبير يا كفتة. أتحداك يا شيخ. وانت يا عامر، ما قصرت على فكرتك المجنونة. يا عيال، خلونا الحين نحتفل في الأمة في الاستراحة. هلا والله بالمزة، هلا بالحلوة. نعم ايش تبغوا؟ انا كل ما ابغى انت بس. والله اذا ما مشيتوا من هنا لازم لكم الشرطه. لا تفهم بعد. طيب بعد يا اخوي، بعد هنا. تعال يا قمر، تعال يا رب العيون الرزق. بالله قليلين حياتنا، ما تمشوا من هنا لازم لكم الشرطه. قليلين اللي تبغوا، قليلين حنون حتى. تعال عيب عليك، عيب عليك. والله لا أوريكم. صراحة ماني عارفة إيش أقول لك، من جد مرة شكرا، يعني لو ما أنت كنت هنا ما كنت عرفت إيش سويت أنا وهو. لو سمحت بكلمك أنا، بقول لك شكرا. في شيء؟ طيب كم رقم جوالك؟ 0564-8435-67. دقيقة. كفو. ياهو، اتحداك يا كفتة. هيلو العب. حلو، ما معك دايمًا؟ أرنب. ها، مع الدايمًا لعبك كتل هاقص الغبي ذا. هو ما تبتلع بنت. سجل عليه، سجل عليه، سبك ذا. سبك. ما تاتا. خلي ذا يفوزون عليه، يطقطقون علينا. توم يعرفون اللعب. شو الرقم غريب؟ تكسير رؤوسنا. ألعب. رجل حطك بدل. هلا. أسف على الإزعاج. يا هلا والله ومسهلة.
توه ينور الجوال. بس حبيت أشكرك على اللي سويته معايا اليوم. مش دعوة يا الغلا، ما سوينا إلا الواجب. أبد حنا تحت أمرك. فاضي ولا مشغول دحين؟ فاضي. تقدر تيجي البيت؟ إيه هجي، أجي لو تبين كعابي. بس ارسلي لي الموقع الواتساب. هلا والله. هلا بريحة لي، هلا بكل إلي. ألو، هلا حياتي. أنا الحين قدام باب بيتكم، وش الوضع؟ يا طيب، هذا بيت يوسف محمد عبد الله خالد. أقول أنت عامر؟ إيه أنا عامر. تفضل، عمتي مشاعل تنتظرك. هذا نظامكم. امشي. وين هذا؟ تفضل يا عامر. شكرا يا أحمد، خلاص أمشي. أتحداس، والله قطعة. هيا نخش جوا. ايش تقصد يعني؟ شو اقصد؟ اقصد يعني ندخل جوا كذا نسولف مع بعض سريع سريع يعني. ها يلا مشينا عالدزة. بابا؟ اما بابا الزبنة. عامر يا ابني فين رايح؟ عامر تعال هنا يا ابوي. تعال تعال. يا مرحبا يا مرحبا. عادي كذا نظام. كيف حالك؟ هلا هلا والله سهلا. هلا بعمي. صراحة المشاعر حكت لي عنك عن موقفك الرجولي معاها اليوم، وأنا صراحة حاب أشكرك ضيفك. تفضل. كفو. تفضل. تعال مشاعر. تفضل. بضيفنا. تفضل يا هلا يا هلا. هلا والله مشاعر. هلا والله هلا. تعال. يا حبيبي يا عامر، بنتي هذه مشاعر هي اللي طلعت فيها من الدنيا. ما شاء الله تبارك الله. تكفيك هي الحالة تكفيك. الله يرحم أمها متوفية. الله يرحمها توفت. أحسن الله عزاكم. هي من زمان يعني، بس جزاك الله ألف خير. أنا حبيتك يا عامر من كلام مشاعل عنك، وحبيتك كمان أكتر لما جلست معاك وتعرفت عليك. الله يسلمك يا عم، توك ما شفت شيء أنا عجب. أنا جبتك هنا يا ابني يا عامر عشان أعرض عليك تتزوج بنتي مشاعل، وهذا بناء على طلبها، والسكن برضو في هالقصر بعد الزواج، لأنه أنا أصلا مسافر طول وقتي ما أجلس في هالبلد، كمان تكاليف الزواج كلها علي. أنت لا تشيل هم، انت فكر ادي لك انا اسبوعين، فكر خلاله ورد لي خبر. يا ابوي لا تديني لا اسبوع ولا اسبوعين، موافق من دحينا. انا والله قهوه كابتشينو تركش كوفي شاهي حليب اللي تبي. خل عنك الخلطي، وشو له جايبني هنا؟ وش تبي؟ ابى اعرس. ها؟ ابى اعرس. ما شاء الله تبارك الله، حلوه جميله، هذا اليوم اللي نتمناه. من هي بنت اللي بتاخذها؟ مشاعل حسين كرافتة. ايش تقول انت؟ كرافتة. عجيب والله، يعني خلصوا بناتنا، خلصوا بنات جماعتنا، خلصوا بنات ديرتنا، تاخذ واحدة لا هي من ثوبنا ولا حنا منها ولا هي منا، وش هالحكي هذا الفاضي هذا؟ بعدين تعال قول لي شن عرفتها؟ اخت خويي. يا سلام، والله الزواج هذا لا يمكن يتم وراسي يشم الهواء. تكفى يبا تكفى، بستر على نفسي. يا الخقة تصدقين عاد من يوم ما تملكت عليس وأنا أفكر في الزواج ومستعجل عليه بعد لدي الدرجة يعني؟ وأكتر كمان تدرين خابر لاستراحة بالفحص البطلة ها تصرح للزواجات استراحة؟ أنا زواجي تبغاه في استراحة؟ أصلا أنا حددت موعد الزواج واستأجرت أفخم قاعة أتحداس يا القاع البطلة عادي إذا تبون ناس يحيون الحفل أبد جاهزين
شيلات، عزازي، أبد، خالد عبد الرحمن، كلهم نعرفهم. ومين هذا عزازي؟ أما ما تعرفين عزازي؟ والله ما أعرفه. من جدس؟ حمزح يعني معاك؟ طيب خلاص بكيفس. إيه بكيفي أكيد. بعدين أنا جايبة زايد الصالح وبلقيس. من ذولي؟ ما تعرفهم أنت. وبابا تكفل في تكاليف الفرح كلها. هلا والله بابا وماما تحداس يا شيخة. بس أقول لك شيء، ما تعزم إلا أهلك لأنه أنا معازيمي كثير. بلاش أهلي بعد، أجل حالي أنا. كن أحسن. العب 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 ربيش نكسر روسهم من عليك. أخلص العب يا سلافة. أسكت يا فكرة. عندي ربيش ما عليك. هلا بريحة هالي، هلا بكل إلي. يا عيال ما في لعب، ما في لعب خلاص. إيه إيش في أهدادة؟ أنا ملكت. أما ملكت. لا يا شيخ. يا عيال الصوب ده أعرفه يا رجال. ياهو. يا عيال المواضيع هذه ما فيها لعب. بدل ما تقولون لي مبروك، هذا هرجكم يا ورعنا. مبروك 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 يا عيال. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. متى زواج عشان أجيب معايا الجنبية؟ تونا ما حددناه. إذا رحنا للخطاط وطبعنا الكروت بلغتكم يا عيال. النشبة دايبي، النشبة دايبي، النشبة دايبي. هلا والله. إيه إيه حركات قديمة، لا تكز الرقم. تفهم ولا ما تفهم؟ أحس يا عم إنك بتتخرفن، أهم شيء تتخرفن ها؟ لا يا ورع، أنا أخرفن ما تخرفن. كفو. ولا داقت الشاوة من بين ذيك شفتيني. يا لب هالطلة، أتحداسي المزة. تسلم. الله يسلمك. وش بس كذا زعلانة؟ لا يكون بس أحد قال لك كلام عني، ترى اللي يخربون واجد. يرضيك يعني إنه صحباتي يضحكوا علي؟ وليش يضحكون عليك؟ من يوم عرفوا إني ملكت قالوا لي إيش اسمه، قلت عامر، صاروا يضحكوا ويتريقوا علي. أما عاد وش فيه اسم عامر؟ صديقات ذولي نفسيات، ما بقى إلا أسمي اسمي هاني. الله، هاني اسم مرة حلو وكيوت، إيش رأيك تغيره؟ أما عاد أسمي اسمي هاني تبطين عظم. وش يقولون عني أصدقائي؟ من جد أنا دحين بديت أفكر في موضوع زواجي منك. لا 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 خلاص خلاص أبغى أغيره، بس هاني لا، أي اسم ثاني أوكي. أنا ما أبغى إلا هاني، ولا شوف ترى. لا 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 خلاص خلاص، بكرة بحضر بالأحوال، أبغى أسقط عامر وأغير الهاني. أيوة كده شاطر. هاني هاني. هلا والله بالقصر البطل، اتحداك ها؟ اركد بديتك انت اياه. صباح الخير. هلا بريحة هلي، هلا بكل إلي، وطول العمر طول الدهر جدة كده أهلي وبحر. إيش هو اللي جدة كده أهلي وبحر؟ جدة إتي وبحر. جدة إتي وبحر، جدة إتي وبحر، جدة إتي وبحر، جدة شوشو بحر. وش وضع الفطور؟ حكلمهم يجهزوا الفطور، انت ايش حابب؟ انا نفسي كبده بالجبن السائل مع الشطه على كيف كيفس. لا 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 لا، ايش كبده بالجبن؟ انا حكلم الطباخ يسوي لي اومليت وبانكيك. خلاص انا زيس، اومليت كفر كيك. ايوه كذا، انا ابغاك تاكل اللي انا اكله. ابشر بعزس اكل اي شيء. ايش رايك تتعلم الطبخ؟ عشان من يوم ورايح ما اكل الا من يد زوجي. انا؟ ايوه انت. اجل انا. جدة إتي وبحر، جدة إتي وبحر. أبشر بعزس. يا عيال يا عيال، ما دريتوا عامر تزوج. تزوج وما عزمنا يا أبوي. شكل الزواج عائلي. أنا توقعت مثلك إنه عالي، بس طلع زواجه فأطلق قاعة. بعد جايب عند الحريم بلقيس، وجايب عند الرجال زايد الصالح. يا النفل. الهل ينسرك، الهل ينسرك، الهل ينسرك. إيش اللي هلي؟ سيارتي انزرفت. ما انسرقت، رسلت السواق يجيب أغراض فيها. لا يا شيخة، لأنها من جد مرة تفشل. حاطيك سيارة من سياراتنا. إيش راح تديني؟ إيش رأيك في روز رايز؟ روز رايز؟ إيوة. على بريحة هالي، على بكل إلي، والله وراح زمانك يا الهلي. فيك بكلمك انا؟ انا طالعه اغير ملابسي، صاحبتي جيتني بعد شويه. قوم اعطيك مفتاح السياره. الله يحييها تنور. عاد حداس الكاش. قوم قوم بس يلا.
اقول لك وانا داخل الفيلا في واحد طالع مره شكله قروي. قروي ايش لابس يعني؟ لابس ثوب بني وطاقيه شكله مره يضحك. اه ايوه هذا مزارع جابه بابا عشان الحديقه اللي ورا الفيلا. اها تفضلي تفضلي. والله وحشتيني زمان عنك. وانت كمان يا ابي. صباح الخير. صباح النور. ما شفتي ثوب البني؟ رميته في الزبالة. أم عاد رميتيه؟ طب ليش؟ لأنه صراحة شكلك فيه مرة يفشل. صاحبتي شافتك وفشلتني قدامها. والله وراح زمانك يا ثوب البني. طيب وش ناوية تلبسيني؟ أبغى لبسك على مزاجي. أبشري بعزس ألبس أي شيء تبينه. أيوة كذا اسمع الكلام. ها روح البيت انا ادق عليك. متى؟ اوبا اي هذه عرفت السياره؟ ما اعرفه. برقليني دي عليك. همبرجر؟ لا برقليني دي. اي والله هي. مين جا؟ هاي شباب انتوا لين دحين في الاستراحة هادي؟ مين ده؟ ما اعرفه. انا هاني وشوشو تدلعني هنو عامر سابقا. انت عامر؟ وش الدليل؟ والله انه عامر. والله عرفته. والله اقسم بالله اني عرفته. هذا يا فقير السعب بوكس عامر مستحيل يكون بالشكل هذا. هيا امشي هنا. الشرع مو عليكم، الشرع علي انا اللي جيت عندكم يا طفارة. كش عليكم. كل شيء عليك انت. هلا هنو. ايوه شوشو. بقول لك خبر مرة حلو، انا حامل. وي فينك دحين؟ راجع على البيت. امشي قدامي. طيب طيب بشويش بشويش. تفضلي تفضلي نورت الحتة. اهلا بالطش والرش والبيض المفقش. فقش ومخك ان شاء الله. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي اقول لك
ليه ما نفستي عندنا في البيت؟ كان جبت لك لحمة وبيض وسكر وزيت زيتون. لا لا لا، يوم واحد في المستشفى، خليهم يجوا كلهم وأخلص، ما أبغى أشوف أحدا. وأهلي؟ إيش بهم أهلك؟ ليه ما جاء؟ وأنا عارف. إيش هو اللي أنت عارف؟ ماني عارف إنك أنت هنا في المستشفى بس يوم واحد. طيب يلا كويس إنهم ما جاء. يعني ما يجوا؟ والله ما جاء وخلاص. طب راحت عليهم، إيش أسوي أنا؟ ما هو أحسن كمان، لأن أبوي حسودي أعرفه، ممكن يعطي الواد عين. أعوذ بالله. الحمد لله إنه ما جاء. الحمد لله. شبهي صح؟ شبهي؟ مز. لا لا، شبه أبوك هذاك الدبة. نعم؟ أقصد يعني بنسميه على أبوك. إيه، مو أنا كده قلت أصلاً، أكيد حسميه على اسم بابا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول يا ولد، روح نادي عامر. أبويا، إيش المفاجأة الحلوة دي؟ روح الله يصلحك نادي لي عامر. روح. إيش بك يا أبويا كده صرت قاسي؟ أقول لك روح الله يصلحك نادي لي عامر. روح. أنا عامر سابقا، ودحينة صرت هاني، وشوشو تدلعني هنو. حقيقة أنك هو هو، أصبحت سلب. أنت عامر؟ ما يصير، وش هاللبسة اللي ثابسه؟ وبعدين وينك ما شفناك قبل الزواج، وين رحت؟ اوف، لا تقول لي عامر، انا دحين اسمي هاني، وبعدين ايش بك كده تزعق علي؟ ايش بك؟ يا سلام، اول تسوي بنفسك كذا وما تهمني حد؟ عجيب والله، وش هالكلام الفاضي هذا؟ وش اقول للناس انا؟ اقول هذا ولدي عامر؟ الا شافوك من اخيك وربعك وجماعك وشافك امك، وش يقولون؟ يقولون هذا هو عامر؟ لا 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 لا، اسمع، اما صرت عامر لأن ربيته وعلمته، فلاني ابوك وانت ولدي، فاهم؟ أي... أنا مو قلت لك اللبس ده لعد تلبسه مرة تانية؟ من اليوم ورايح لا تناديني بهاني، عاجبس عاجبس مو بعاجبس، أبى أروح البيت أهلي وأرسل لي ورقة الطلاق. أنت من جدك تتكلم؟ لا من مكة، إيه من جدي. يا بنت يا بنت، سم سم يا شيخ عامر. وين الحليب؟ هذا هو توني حالبته. كفو. هناك وينه؟ شوفوا من هناك. اوف اوف، انا ضبطهم ما عليك. هلا والله، خليك ثق وظنت انا ضبطهم لك، بس خليهم يستوون شوي. اوكي، شكل واحده خاقه علي منهم. كفو كفو. خليك خليك نعطيهم نظره. خلاص خلاص كفي، ارجع وخليك موزع الابتسامات. ابتسامات كثره. شوفي شوفي، بس لو يوخر المحزق شوي هذا ناظر للعضلات اللي وراه. شوفي كيف المعضل. ما قلت لك يا ذيبان استووا. هلا والله. أبى أكتب الرقم وانقز عطهم إياه. أبشر بعزك، عطني إياه بس أتحداس بسرعة. خلاص خلاص خلاص، ما لها إلا رجالة. هلا والله. فيك أنت؟ على وين يا الطيب؟ الدخل استهبل يا الحبيب. طب النسيم؟ أقول روح روح هناك، لعب على قدك يا ورع. طب لا تمد يدك. ها تركت من جدك وصفك، تفهم ولا ما تفهم؟ سوي لي امر ومد. اسفين يا الحبيب، اشف لو سمحت.
وانا اللي اتله مع رقبته واقول له اسمع يا ورع لا نسيك حليب امك تفهم ولا ما تفهم كفو كفو وهو اللي يغلط غلطه حياته ويمد يده يا عيال وقال اوه زي كذا والمهم واجي اللي امسكه وابطحه في الارض وادعس عليه وادعس عليه عامر ليه ما طار عامر تكفى يا عامر الحقني وش بك يا ورع في يوم جماعة دبجوني دبجوك؟ وأنا اللي دبجك يا أخي يا أخي عامر أخو العيال هذاك أنا اللي وريك وينه؟ وينه؟ عيله عيله وراء النخلة هذا يا أبو الشباب يا أبو الشباب يا أخوي في شيء؟ الحين كم مرة قايل لك يا كفتة لا عاد تغلط على ضيوف الحارة ها؟ ما تفهم أنت؟ ياهو عيب عليك تغلط على الرجال ورع أنت؟ يلا توكل على الله يلا ياهو يلا أنت وياه يلا فو عليكم سملك معليش يا الحبيب آسفين إيش دعوة؟ تعرف ذولي وراعين ما يقدرون المرجلة فرصة سعيدة وزي ما قلت لك أبو شوكش حوشت لي قرشين من هنا ومن هنا فكرت لي في مشروع صغير فتحت هذا المستوصف ما شاء الله تبارك الله ألف ألف مبروك الله يبارك فيك وشوف عشان الصعوبية اللي بيننا خليت التحليل حقتك أنت والأهل مجانا ربنا يكرمك يا أبو فتحي يا الله يا شوكوش يا أم شوكوش لؤي شادي حسنة أمينة لا تنسوا خدامة اليوم هنروح المستوصف أبو فتحي التحليل بلاش أقولك ما سمعت هذا المهاوش تعامر لا ما سمعت شاف ذاك المعظم وخاف منه وسلم عليه طلع خرطي ما عنده ما عند جدتي أقول يوم شاف المعظم أحكي قام يركض قال كذا إيه وقام وسلم عليه سلم عليه يعني ما سوى له شيء ما سوى له شيء أبد أبد عجيب يا عامر إيه هاي الحل عندي انت عارف انها تركي ولا بس ماشي معي كذا ايه عارف انك تركي امشي 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 انت عندك كم سنة انا او في حد غيرنا هنا معلش عليك يا دكتور عمري 22 يا عم انت بتاكل ايه ارحم نفسك طمني يا دكتور ايش عندي انت تعشيت امبارح نواشف كذاب طب اتغديت امبارح فواكه وخضروات برضه كذاب وستين كذاب مو مشكله كذاب يا دكتور بس طمني ريحني ايش عندي نسبه الكوليسترول عندك عاليه جدا وده نتيجه للاكل الغير صحي اللي انت بتاكله طب هذا الكوليسترول ايش ياثر ولا ايش يسوي بيأثر على نبضات القلب والدهون والشرايين يا ساتر مطلوب منك تلتزم بالاكل الصحي تبعد عن الدهون والمشروبات الغازيه والمقليات واهم حاجه تلتزم بالرياضه ابشر على خشمي يا دكتور فأقول لك يوم وقف المعظل قدام عامر اختفى أقسم بالله طلع كنا علبة موية ونص على شكل استغفر الله يا رب يلبيه شو؟ أقصد يا ربي إيه بعدين وصار؟ إيه أقول لك وجلده جلد خلاه يعض الأرض طقه طق يوم بسنة أشو أنك ما فزعت وياه ولا كان جلدك أنت بعد؟ والله ما يخسر له الله العظيم يجلدني قال طب الصراحة يا سوري انت يا بيبي مو ناقصك ولا شيء وسيم وعسل بس لو تعضل شوي وتعرض جسمك اكثر من كذا واو تهبل تهبل تجنن تخقق ايه اوكي فكر في الموضوع شوفه شوفه اتحداك وي وي اي الله اصدقائي شباب الاستراحه اقدم لكم اعز اصدقائي الروح في الروح سيمو السلام عليكم سلام سلم 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 زي الناس سلم والله بروح شخبارك الصحة تمام أقدم لك أقوى واحد في الحارة عامر شو هلا والله شو عامر يا نورت أخبارك نورت الاستراحة نورت الاستراحة تمام الحمد لله تمام تهين سلام عليكم أقدم لك عبسي حقا سلام عليكم لا بروح أخبارك الصحة حياك حياك تفضل تفضل يلا حي حيهم صريح يلا حي يلا حي حيي وقيه حبيبي تروك
لح في شيء طيب؟ لا ما في شيء والله ما في شيء بس بسألك سؤال صغير يعني الشيء هذا كله حقك؟ شوف ذا وش وضع رد عليه؟ ابشر ابشر لا متقاطين انا وياه في العضلة ايش فيك انت؟ ما جربت وعصر وجهك فيها؟ حبيبي هذا سيمو من انولد وهو ياكل حديد وهو يلعب حديد تمارين رياضة تمارين ايش فيك انت؟ الو هلا والله بالحب يلا حيا ايش اخبار تمام ايه عند شويه تسملك فيها ايش اخبارك انت وانا بعد والله شلنا عنك والله من الدباشه في هالعقد شويات بطله شويه قال وين اذنك يا جحا اوكي قال هنا ما يمسك زي الرجاجيل كذا يلا باي باي ليشوف يا اخي وش عرفكم بالحديد وش عرفكم بال حبيبي هذا التراي وهذا الباي العضلة عريضة ما يقدر يرد من يعني لازم يداور من بعيد هو كذا ما يقدر صراحة خويك ذا حاجة ما حصلتش الواحد بسم الله يا ريلاكس مو وقت ولد ريلاكس وحده لم فيك لم العضلات اللي طاحت جب تعال يا جماعة يا جماعة لا أحد يجيب رقم واحد ولا أي شيء. كيف يا تشرب علي أنت دايم كذا. يا أخي خلاص أنت قفلت المية هزت قعد. كيت مين هو كذا يشتغل يا جماعة. الحين كنت بقول. وش كنت بقول عذبني ترايا. المهم. الحين لو أبي أصير زي سيمو أبقعد 10 سنوات والله مشوار شو سنوات أنت بالذات يبيلك شهرين بس إنزين وتنفل العضلات شهرين عشان من بكرة مسجل في النادي وأنا كمان بسجل معاك طيب أنا أنت بدأ شل الزمزمية كل يوم 10 مرات ويطلع لك زي ذا ياهو ما هو أتحداك يا شيخ هلا والله بالنادي البطل حياك الله على قمة التعظيم عندك نعم شوف على قمة التعظيم ما تعظيم خل التعظيم لهلا لا تهايط ها الى هايط انت فيلم الكرتون جايبينهم معانا ذولي حبيبي تعال شوي سم في اشتراك المجاني اللي قلتولنا عليه نعم هذول 4 من اخوياي حلو وانا الخامس زين مجاني ابشر بس سجل اسامي اخوياك ايوه وسجل الرسوم واعطيك الاشتراك المجاني حياكم الله يا شباب هلا بالعيال هلا والله نديل لو سمحت ممنوع تمرم ثوب اقول ثوب بدله اهم شيء عبر ها اصير مثلك كذا بس هذه قوانين وانظمه راح غير وتعال طيب وكذا اقول لك البس لبس رياضي دقيقة يدك قبل لا دقيقة دقيقة يا أبوي وبعلشانك معضل تايط عضل وجهي كورع والله سبك خف علينا يا جون سينا يو كان سي بي ولا نسيم حميد مسوي لنا ايش عندك؟ يا أخي أنت غبي ولا تستغبي أنا أصور الحين في نفس المكان هذا وبعد شهرين أرجع نفس المكان هذا وأصور وأنا معضل عرفت؟ عشان أنزل لك قبل وبعد في الإنستغرام عرفت أخقق المزز وكذا ما معك لا قبل ولا بعد المهم عجل وخلص اللي تسويه لأنك من يوم ما جيت هذه القاعة فالح تتصور بس يلا آخر صورة بالله يا ستري دان ستري مها هلا يما أم محمد كلمتني تقول تبي تخطبك الولدها محمد وش رايك؟ والله يما يعني ما أقدر أقول لك لا إيه ولا لا ما أعرف عنه شيء إذا كان مثل هذا طبعاً راح أوافق السلام عليكم وعليكم السلام يما وين بدلة الرياضة حقتي؟ وش بدلة رياضة؟ بدلة الرياضة حقتي وينها؟ من متى أصلاً أنت تلبس بدل رياضة؟ هذيك يما لا تضحكين هذيك البدلة أصفر وأخضر عرفتيها القديمة
ويه الله المستعان. تصدق عاد صار لها كذا سنة مرمية على الدولاب. روح جيبها. روح لا تنفخين. جانا القطار بدروبه ولا تقاطع ولا اشارات. اتحداك يا الحديد اتحداك. لا حول. ها الحين رسمي رياضه. الحين تقدر تتمرن وتلعب. والله طيب وش رايك بس انا ابغى قسم التعضيل على اساس عندي هنا كلش. اول سخن بعدين فكر تعضل. بالله داو عندكم تسخين هنا؟ تسخين تبدا تسخن بعدين تعضل شو شوي. شلون اسوي هذه؟ طيب حط يدك هنا وعين امك. شفتيني وانا شايل حديد اليوم؟ ارسلت لك اياها بالخاص على السناب. طيب شيكي على السناب ارسل لك اياها الحين خلاص. والله خقق يمين بالله. يلا انتبه لنفسك. باي. ما قلت ماخذ راحتك وتكاكي علي؟ زار عندك. معليش انا اخوك. شزعلك انت؟ منين مزعلك؟ علمني. طقطق علي انت. ها؟ اسفين. واحد. هي 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 كفته كفته. ايش فيك انت؟ نزل. وين 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 هي؟ وش ذيك الاشياء اللي انت شايلها وراك انت يا اخي؟ مو دخلك فيني يا اخي. خلينا احنا نتمرن يا اخي. هد 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 تنقز لك عضله ولا شيء. هد هد يا ابوي. هد يا ابوي يا ابوي يا ابوي. انا اساسا خايف عليك يا كفته. والله خايف عليك يا ابن حلال. لا يطق فيك عرق ولا يشد فيك عضله ولا شيء. اقول لك انا ابغى اعضل. يعني ايش اعضل؟ انت شات عضل حبيبي انت. ولا ما تستخدم روتينات؟ ايش؟ برنت يا عمي. ايش البرنت؟ ما قدك طلع جواز سفر انا يا ابن الحلال. شوف شوف شفت الناس اللي وراك ذولي؟ بيانا. شوف شوف ياهو. ايوه هذولي هم حق البروتينات اللي ياكلون بروتينات. البروتينات هذه علاجات طبيه تفخ العضلات. طيب من فين اجيبها؟ في ام بطحه؟ لا يا حبيبي. ايش اللي ام بطحه؟ مسافر البطحه انت وجهك. اسمع هذه البروتينات هذه انا ادبرها لك بسعر مخفض. هلا والله مرحبا حياكم الله. هذه والله ساعة مبارك. الله يبارك فيك. احنا الحقيقه جيناكم ونتشرف بالقرب منكم يا ابو عامر. عز الله ان ابرك الساعات. الله يحييكم ويبارك فيكم. اقول الاخ مهند ايش يشتغل؟ والله انا عمي دكتور في الجامعه. دكتور في الجامعه ما شاء الله تبارك الله. لا اله الا الله. الله يوفقنا وياكم ومن يسمع. امين. اجل بروح اجيب القهوه. بسم الله الرحمن الرحيم. خير وش فيك؟ يبا ما بي. ها انت ما بقول انت شفته تقول ما تبي الدكتور؟ لو هو وزير ما خذيته. يما هذا واحد معصقل. يبا انا بواحد معضل. طلعت بنت هذه ما هي بصاحيه. مهبول انا بلد خلاص سقط. ابي واحد معضل. شوفي معصقل. دراهمك جاهزه ولا لا؟ اقول لك هي ايش تخليني اعضل ولا اقدر احد يضربني ثاني؟ ولا حد راح يقدر يهوب لك. يدورون عليك من 3 كيلو يخافون منك. طيب ما حد يقدر يعضل مثلي؟ يا ابن الحلال ما في الا انت. هذه مصنوعه لك انت لحالك. يعني اللي ياكلها غيرك يطلع يشبهك بس انت لا تخلي حد ياكلها. طيب كيف احطه؟ جيب فلوس. طيب كيف احطه مع العصيده؟ يا حبيبي مع العصيده مع اي شيء تبيه اللي تبيه فكره بس اسمع. لا احد يدري انه انا اللي جبتها لك. زين تبغى تركي تدبرها لي زين ولا همك. يلا اياهو توكل وينك يا عيال؟ ايش رايكم الحين نروح نطق 2 شاورما شطه كاتشب مايونيز؟ لا لا يا ابوي وين خارج من النادي. شاورما شاورما كلها دهون ما يجي ابدا. يا عيال خص علينا انا جوعان. وش بناكل؟ اجل وش ناكل؟ هذا هو عشان الدايت حقنا. ما في دهون، ما في زيت، ما في غازيات، ما في اي شيء كذا مفيد للبطن كمان. اتحداك يا العش الكذبي. هلا والله بيبي. هلا بك حبيبتي. ايش اخبارك؟ ما شفتي السناب اللي ارسلت لك اياه امس؟ ايه بس بصراحه ما تغير شيء. ما تغير شيء؟
ما شفت التراي كيف مشدود. والله لا مشدود ولا شيء صراحة، أنا توقعتك تعضل زي ما أنا تخيلت، بس والله أنت مرة حطمتني. أنت لو من جد تحبني وتغليني راح تعضل، وأنا بعطيك فرصة شهر وأشوف أنت تحبني ولا لا. هذه حبوب مع المويه يشربونها مو بياكلونها تخفق 3 ساعات حداك. الله السبك انت ومجمعكم. يلا مشينا. صرصور يا ورع مسوي فيها كيوت. امسكه بيدك. يلا امسكه. يلا قل عمي عامر. قل عمي عامر. طب قل كوكو. كوكو هذه اخرتها صرصور يا خوم. اتحداك شيخ. ما شاء الله يا شكش منضبط، تتمرن صح ومؤدي التمارين، بس يا ليت اخوياك مثلك. والله اخوياي ما هو وجه رياضه ولا وجه نادي، كانوا يفكروا بايش؟ انه بس يعضل. في الاخير لا استفاد انه عضل ولا فهم اي حاجه من الهرجه. انا مشكلتي كل يومين اغير التيشيرت، تضيق علي. واو ما شاء الله عليك. وش عندك يا وري انت؟ جايب لك هديه. اركض بيتك. اتحداك. ايه اخس عليك يا رخمة. اهلين حبيبي. هلا والله. يا سوري وحشتني حال حال حال. والله ما يوحشك غالي. يا لبيه وش ذا المزة؟ اتحداك المزة. وشو؟ لا لا قاعد اشوف فيلم جي اي جين، في وحدة مزة عليها ستايل حريقة. لا والله. اوف 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 اوف. يلا وينك؟ تأخرت. يلا ترى قاعد انتظر من اليوم انا. هذا انتي؟ يلا. سويتيها يا مجنونة؟ لعيونك حبيبي يا سوري سويتها. يا لبيه. يما ها وش تبين؟ بس بغيت اقول لك اني موافقة على العريس المعصقل اللي تقدم لي. اركض بديتك.